التمسك بالموروث الجميل لعادات وتقاليد وطقوس العيد في صنع المعجنات اليدوية المنزلية سمة اتسمت بها جميع محافظات العراق إلى محافظة صلاح الدين حسب. ومن هذا الموروث صنع الكليتش التي أصبحت من أهم مفردات سفرة العيد وما يقدم للمعايدين. طبعا طقوس العيد هي كثيرة واعتادت الأسرة العراقية على العمل بها، لكن من أهمها وأساسيتها هي كليتشة العيد. مستحيل تقدر أي عائلة عراقية أنه تستغني عنها بغض النظر عن المستويات الطبقية للمجتمع. الكل سواسية بعمل الكليتشة وصناعتها بالأعياد. بس حاليا أنا عرفت العائلة بالبيت دا يعملون كليتشة، بس مع ذلك يعني هم دزوني لنا نجيب بقلاوة حلويات زلابية زود ست، هذا متعارف عليه. ويعني المعلومة البسيطة، أنا عشت فترة بالخليج، يعني تلاحظ العراقي أو العراقية تدور على كليتشة، يعني إحنا هذا متعودين الشيء عليه، إذا ما تسوي هي تروح تشوف وين يبيعوه، تروح مثل تتبضع من عنده، وهذا يعني شيء متعارف عليه. أصحاب المحل ومع التنوع والتطور الكبير في طرائق صنع المعجنات يستعدون هم أيضا لتجهيز العوائل بالمعجنات الشعبية المطلوبة أيام العيد، فهم على الرغم من محدودية الإقبال عليهم سبب كورونا يوفرون كل أنواع المعجنات خلال أيام العيد. نصنع يعني أنواع المعجنات بالنسبة للبيتي فور، السابلية، المعمول، الكليجة، أنواع الحلويات، الداطلي، الزلابية، الزنود. بالنسبة للكيك عندنا أنواع، يعني أنواع الكيك أعياد الميلاد المناسبات، وإحنا كل سنة يصير عندنا إقبال من كل المحافظات، لكن السنة بسبب الظروف، بسبب أوضاع كورونا، كان الإقبال شوية قليل علينا وبس منطقتنا. يعني العيد بطقوسه وعادات وتقاليد أهلنا فيه لا يكتمل إلا بصناعة المعجنات والحلويات المعروفة الخاصة به، فلا غنى عنها حتى وأن تطور الزمان وتعددت وتفننت شركات تصنيعها. من صلاح الدين فراس الحسن، التغيير.